يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. هذه الفقره هيشرفني ونورني فيها نجمين من اقرب الناس الى قلبي، نجمين مميزين للغايه، اسماء كبيره في تاريخ منتخب مصر والاهلي والزمالك. الكابتن الكبير كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد صباح الفل عليك، مشرف ومنور. كابتن كريم حبيبي ربنا يخليك، صباح الفل عليك وعلى الساده المشاهدين. وايضا الكابتن الكبير كابتن معتز اينو. كابتن معتز صباح الفل، اخبارك ايه؟ حبيبي يا كريم سعيد ان انا موجود معاك. الحمد لله حبيبي، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير، والشعب المصري كله بخير. سعيد ان انا موجود طبعا مع اخويا وحبيبي كابتني الكبير طبعا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. حبيبي يا كابتن معتز. مواجهه كبيره، مواجهه منتخبنا الوطني والمنتخب النيجيري، صح كده؟ متفق؟ صحيح. متفق معايا لحد دلوقتي؟ متفق معايا. هنتكلم عنها بس مش دلوقتي. شوف تعرف ترقص الترقيصه دي؟ ده فظيعه. دفنت ابن لذينه عشان بس انا كنت وانا بختم الانترو كنت بتكلم فيما يخص تصريحات موسيماني بخصوص كهربا، وانه ما طلبش رحيله للاعاره، وانه جه من السفر لقاه عير من النادي الاهلي، يعني ادى اللي لما الكوره في ملعب اداره النادي الاهلي ان هي اللي مشيت. رايك ايه؟ كلام مش منطقي، كلام يخلي مجلس اداره النادي الاهلي في مأزق، يحرج مجلس اداره النادي الاهلي، لان الطبيعي جدا ان اي لعيب موجود في اي فرقه لو مشي او يجي براي المدير الفني. صحيح، ده رقم واحد. فمش منطقي خالص ان يطلع المدير الفني او موسيماني يقول ان انا ما كنتش عايز كهربا يمشي. طب دليلك ايه؟ خلينا نقول نوضح بالدلائل. دليلك إيه اللي انت كنت عايز كهربا يقعد ازاي؟ انت كنت السنه اللي فاتت ما بتلعبوش. صح. السنه دي في ماتشات للنادي الاهلي ما كانش فيه اصلا اجنحه وما كنتش بتلعبه برضه. فتصريح مش فاهم، مش عارف اللي هو الاجازه اللي قضاها، يعني لسه مش واخد باله ان دي تصريحات قويه وتصريحات بتبقى محسوبه عليه مدير فني النادي الاهلي، نادي كبير، وبتحرج المجلس الاداره بتصريح زي ده. انت بتخلي في مشاكل دلوقتي بين اللاعب ومجلس الاداره، يعني هتلاقي كهربا يرجع يقول يتكلم او يحاول يوصل مين اللي مشاني. طب ما الراجل المدير الفني بيقول انا كنت عاوزه يقعد، وكهربا ما كانش عايز يمشي. فدي امور كلها بتخلي في جدل كبير، وبتخلي في عدم مسؤوليه من وجهه نظري، او ان انت تصريحك ده مش في دماغك. عارف انت التصريحات اللي هي بقولها سريعا او بحرج بيها قدامي او بشيل المسؤوليه من عليا، لكن انا شايف ان كهربا مشي عشان موسيماني مش عايزه. صحيح. مش العادي في النادي الاهلي، وانت اشتغلت في النادي الاهلي كلاعب وكمدرب، مش العادي في النادي الاهلي انه تطلع تصريحات زي ديت اللي بيبقى فيها الكواليس والدواخل من مسؤولين في النادي الاهلي؟ استغربت تصريحات موسيماني ولا شفتها طبيعيه؟ لا اكيد طبعا فيها استغراب، يمكن اتفق مع كابتن وليد طبعا. وطول عمرنا كريم يعني معروف، حتى مش في النادي الاهلي بس، انا بتكلم بشكل عام، اللي ما فيش لعيب بيمشي او بيجي الا لما بيكون الجهاز الفني او المدير الفني بالاخص، بيكون الاداره يعني لازم تاخد رايه، سواء لعيب كويس في نادي تاني انت عايزه هو بيطلبه، يا اما لو واحد مش يعني لعيبه مش عايزه تبقى موجوده في الفرقه، اكيد المدير الفني هو اللي بيبقى مدي رايه، وهو الراي الاول والاخير دايما بيبقى المدير الفني طبعا. فكون اللي هو مشي يمكن زي ما كابتن وليد قال، هو الراجل ما بيشاركش، واي لعيب بيتمنى اللي هو دايما يكون موجود في الملعب. صحيح. لما لقى اللي هو ملوش دور في مع الفرقه الفتره اللي فاتت، يعني ما خلاص الراجل عايز يلعب وعايز يشوف دنيته ايه. مش كل اللعيبه بتقبل اللي هي يعني تقعد احتياطي. صحيح. وكهربا دايما يعني او عند الناس، عارف انت واخد ايه، اي حاجه كهربا بتاع مشاكل، عارف انت الجو ده. فهو كهربا خلاص انا شايف ان انا مش قابل بدور الموظف بلغه الكوره، فالراجل عايز يمشي ويشوف فرصته في حته تانية. ويمكن انا اليومين اللي فاتوا كريم انا قريت له تصريح على يعني على لسان كهربا، اللي بيقول هو عايز يرجع تاني منتخب مصر، وان الخطوه دي يعني مفيده ليه، ويرجع النادي الاهلي تاني بصوره احسن. فهو شايف من وجهه نظره ان الفتره دي هترجعه تاني المستوى، لكن هو طول ما هو قاعد خلاص انا شايف ان الطريق بقى خلاص مسدود مع المدير الفني، مهما عمل خلاص الراجل شاله من حساباته خالص. فهي حاجه كويسه لكهربا، وكهربا لعيب كويس على فكره، بس هو محتاج اللي هو يركز شويه. واحنا شفنا لما ركز
بدأ يحرز أهداف وبدأ الراجل يديله، لكن قعد فترة بعد تاني عن التشكيل الأساسي، فهو خلاص من حقه اللي هو يلعب وياخد الفرصة تاني. لكن بالنسبة للتصريح يعني أعتقد اللي هو يعني ما حلفوش التوفيق فيه. كهربا بقى، كهربا نفسه ظالم ولا مظلوم في النادي الأهلي؟ كهربا في بعض الأوقات كان ظالم لنفسه، وبالتالي الانطباع اتاخد في البدايات عنه اللي هو بيظلم نفسه أو مش ملتزم بالتوضيح، يعني كلمة ظالم دي توضيحها، مش مركز لما بينزل أو بيشارك ما بقاش على قد المسؤولية أو بالقدر الكافي المقنع للمدير الفني. لكن بعد كده بقى مظلوم في وقت اللي هو كان ملتزم فيه. وخلي بالك برضو يا كريم، انت المدير الفني او المدربين الاجانب يعني بالذات لما بياخدوا موقف من لعيب بيفضل يعني ما بينسوش بسهوله، دي مشكله كبيره جدا. فبالتالي كهربا الازمات اللي عملها والعقوبات اللي وقعت عليه والكلام ده كله والغرامات شالت في نفس المدير الفني، او شالت في الناحيه من ناحيه موسيماني مبدئيا داخليا يعني. بعد كده اخر حاجه بقى اللي هو بيطلع اسرار الفرقه والكلام ده كله، فحتى لو ده مش حقيقه خلاص هو الراجل خد انطباع عنك ان انت بتاع مشاكل وبتاع ازمات، وبالتالي عنده بدل الواحد اتنين وتلاته واربعه. في الفتره الاخيره بقى اشتغل والتزم، هنا بقى مظلوم، بس هي البدايه هو كان ظالم صحيح لنفسه، صحيح، لانه هو لعيب كويس ولعيب مميز ولعيب مؤثر جدا سواء في النادي الاهلي او كان مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، لكن شايف اللي هو بيبعد نفسه، هو اللي بيبعد نفسه. صحيح. يعني مهما كان انت لازم تبقى ملتزم ولازم تبقى مش بتاع مشاكل وزي بقيه زمايلك زي ما احنا شايفينهم، لكن هو انا شايف اللي هو ظالم لنفسه في البدايه. صحيح. هنتكلم على مصر، هنتكلم على مصر ونيجيريا المواجهه الكبيره بعد لحظات، بس بعد ما نسمع زميلنا المميز جدا دوما، زميلنا العزيز من الكاميرون حسن غنيمه. يا حسن صباح الفل عليك، مشرفني ومنورني، واكيد عندك كثير من الكواليس عند منتخبنا الوطني. من مدينة جروة الكاميرونية تحياتي إليك زميلي العزيز المتألق دايما كابتن كريم رمزي وكل ضيوفك الكبار كابتن وليد صلاح عبد اللطيف كابتن معتز إينو. يعني كريم خليني أقول لك إنه الأجواء النهارده كانت جيدة للغاية في مدينة جروة الكاميرونية، وحالة ارتياح الحقيقة للجهاز الفني بقيادة كيروش بعد ما تم إعلان سلبية مسحة جميع لاعبينا بفضل الله. هندخل مباراة بكرة كاملين العدد، وده شيء كان قلقان منه جدا كارلوس كيروش، كان حاطط بلان A وبلان B وبلان C لو لا قدر الله كان في اصابات كورونا، لكن هو مبسوط انه هيخش بلعبته كاملين بكره. لو اتكلمنا عن برنامج اليوم النهارده لمنتخبنا الوطني، زي ما انت شفت يا كريم كان في النهارده مؤتمر صحفي لكيروش ونجمنا المصري محمد صلاح، والثعلب كيروش قدر انه يهرب من كل اسئله وسائل الاعلام الافريقيه الحقيقه اللي كانت بتحاول تزنقه كده في الكلام عشان تعرف منه ملامح التشكيل، لكن كيروش قدر يهرب من الاسئله. بعد المؤتمر الصحفي كان في حصه تدريبيه على ملعب سينياج، وده ملعب التدريب اللي بيبعد عن مقر اقامه منتخبنا الوطني في مدينه جروه الكاميرونيه 3 دقائق فقط. التمرين النهارده كان قوي جدا وكان حوالي ساعتين، وكمان في خبر حلو ان عمرو السوليه النهارده لاول مره يشارك في التدريب الجماعي بكامل قوته، وكل التدريب شارك فيه عمرو السوليه، ومن المنتظر انه يكون اساسيا ان شاء الله بدايه من المباراه الثانيه امام غينيا بيساو. لكن خليني اقول لك ملامح التشكيل كده اللي احنا شايفينها من خلال التدريبات، الحقيقه واضح انه كيروش هيعتمد على محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر هيكون احمد فتوح ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع حجازي وونش ناحيه اليمين هيكون اكرم توفيق، ثلاثي خط الوسط استقر بنسبه كبيره جدا على حمدي فتحي والنني، مركز 8 اللي فاضل هو اللي فيه الحيره، ولكن في 3 لاعبين مرشحين ان هم يبداوا اساسي. عبد الله السعيد هو الاقرب انه يكون في مركز 8،
ثم احمد سيد زيزو ثم تريزيجيه، ومن الواضح انه تريزيجيه ممكن ياخد جزء من الشوط الثاني في الجبهه اليسرى في مركز 8 عشان يعمل جبهه قويه مع عمر مرموش المتوقع انه هيبدا المباراه بكره بجانب مصطفى محمد في الهجوم، وايضا ناحيه اليمين ما فيهاش كلام هيكون محمد صلاح. لكن كريم خليني اقول لك ان في مفاجآت في التدريب الحقيقه، في لعيبه ما كانتش متوقعه تألقها مع المنتخب بتقدم مستويات متميزه جدا اي لحظه في الماتشين الجايين، سواء ماتش غينيا او سواء ماتش السودان ممكن نشوفهم بالتشكيل الاساسي زي محمد عبد المنعم وزي مروان داوود وزي محمد صبحي ومحمود جاد كمان بيقدموا مستوى متميز جدا خلال التدريبات. محمد شريف الحقيقه مكسر الدنيا في التدريبات، وعشان كده عامل حيره لكيروش، هل يوظفه بديل لمصطفى محمد في مركز الهجوم ولا يلعب في احد اطراف الهجوم؟ لسه ما استقرش على توظيف محمد شريف. خليني اقول لك كمان خبر حلو جدا، بكره ان شاء الله طبعا خلاص هيكون في جسر جوي ما بين مطار القاهره وما بين مطار جروه، 300 مشجع هيكونوا موجودين في مدينه جروه الكاميرونيه، 300 مشجع مصري هيركبوا طياره مصر للطيران اللي هي دريم لاينر، ودي واحده من الطيارات بفضل الله المتميزه في مصر للطيران، بتحمل 300 مشجع هيكونوا موجودين في مطار جروه تمام الساعه 2:30، هينزلوا يعملوا الدي سي ار ثم يتجهوا الى ملعب المباراه. وطبعا كان معالي السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون الحقيقه كان ليه يعني فضل كبير في القصه دي، لان طبعا زي ما انت عارف يا كريم ان الدنيا قريبه قوي في المسافه ما بين نيجيريا والكاميرون، عشان كده ال 48 ساعه اللي فاتوا شفنا زحف كبير جدا للجماهير النيجيريه هنا لمدينه جروه. اي مواطن نيجيري يقدر يدور عربيته في ساعتين زمن 100 كيلو متر فقط يكون موجود في ملعب رومدي اجيا اللي هيستضيف المباراه بكره. خلينا نطمن جمهورك يا كريم وكل الجمهور المصري على حاله ملعب المباراه الحقيقه، يعني الملعب والارضيه جيده، هي مش افضل حاجه ولكن بالنسبه للملاعب الافريقيه ملعب جيد تلعب عليه، ما نخافش عليه من الاصابات. كمان بقى يعني في مدينه جروه حصلت كده حاجه طريفه، الكاف اخر طباعه التذاكر لغايه من ساعتين بس، لانه كان في انتشار للتذاكر مزوره بشكل كبير جدا في مدينه جروه الكاميرونيه، يعني خلاص كل اللعيبه عندها حاله تفاؤل كبيره جدا ان هم يقدروا ينتزعوا الثلاث نقاط باذن الله غدا امام نيجيريا. صحيح الزميل العزيز حسن غنيمه. ميزه حسن غنيمه يا جماعه انه ادوله بس الحديده ومش هيسيب لك معلومه ما يقولهاش عن منتخبنا ومعسكر منتخبنا الوطني مميز ورائع جدا يا حسن كالعاده. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، مش محتاج يتسال حسن. لا شاطر يعني جدا، هو شاطر من احسن الناس، من احسن الناس من اشطر الناس. طيب كابتن معتز، هذه المواجهه الكبيره منتخبنا الوطني قدام المنتخب النيجيري، اولى مباريات ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه، شايفها ازاي؟ متفائل؟ مطمن؟ هنلعب ازاي؟ معاك الحديده زي حسن غنيمه كده. لا بس مش هوصل زي حسن كده. لا مش تعمل كل المعلومات دي كتير. لا اكيد طبعا مباراه كبيره، يعني منتخبين كبار جدا، لقاء جماهيري كمان، كلنا عارفين يعني المنتخب النيجيري على مر العصور كلهم دايما يعني عندهم نجوم كبار جدا، زي ما احنا عندنا نجوم كبار جدا وعندنا محترفين، هم اكيد برضو عندهم محترفين، وعلينا اللي احنا طبعا نحترم منتخب نيجيريا احترام كامل، وهم اكيد برضو عارفين بيلعبوا بطل افريقيا، وكفايه اللي احنا عندنا محمد صلاح طبعا الناس كلها عامله له حساب طبعا، وهم لعيبه نيجيريا كمان عاملين له الف حساب، فانا شايفها مباراه كبيره، اهم حاجه بس يعني تطلع بدون اصابات ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمنا ونعمل مباراه كبيره قدامهم. واحنا كمنتخب مصر دايما حتى في كل الاجيال يا كريم بنلعب المباريات الكبيره دي بشكل كويس، احنا بنعرف نلعب الفرق الكبيره، بنعرف نادي قدامهم، بنعرف نمسك كوره قدامهم، بنهاجمهم، يعني ما عندناش الرهبه. فانا شايف ان شاء الله بكره هتبقى مباراه قويه، مباراة فيها اتزان بين الفرقتين، الفرقتين عاملين لبعض او المنتخبين عاملين لبعض مليون حساب. صح. فممكن هتلاقي اول ربع ساعة مثلا يعني جس نبض كده من 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 سواء من مدير فني هنا او هنا، لكن بعد كده اعتقد ليا مش هتبقى مقفولة المباراة، هتبقى مباراة مفتوحة فيها لعيبة كرة كبيرة
وفيها عدد من المحترفين هنا وهنا كبار، فاعتقد ان ده يعني ان شاء الله هنتفرج على مباراه كبيره، واتمنى طبعا الفوز لمنتخب مصر. يعني رايك كابتن وليد ان شاء الله؟ طيب خلينا نقول في البدايه ان البطوله لحد دلوقتي المستوى بتاعها مش احسن حاجه. صح. المنتخبات متاثرين بكورونا، في لعيبه كتير في المنتخبات غايبين. انا شايف المستوى بتاعنا اعلى من المستوى اللي احنا شايفينه في البطوله لحد دلوقتي، وان كان ان ممكن يبقى السنغال والكاميرون احسن اداء شويه. السنغال كانت هتخسر من زيمبابوي، بس عندها امكانيات عاليه. طبعا عندها امكانيات، بس ما قدمتش لسه مستوى كويس. والميزه يعني كانت عادل، صحيح كان ضرب جزاء في الدقيقه 95 بالظبط. والميزه كمان كريم في البطوله دي ان ممكن فرقه مش مصنفه او ضعيفه تكسب فرقه كبيره. صح، هي دي التكتيكال او دي هنقول الموضه بتاعه البطوله دي. صح. خلينا نتكلم على منتخبنا. احنا انا شايف ان كروش هيشتغل ب 4-3-3 الطريقه العاديه اللي هو رقم 10 مش موجود، لكن الفكره كلها احنا عندنا في نص الملعب حاجه صعبه شويه، او عندنا الطريقه اللي بتخدم 4-3-3 في 3 نص ملعب مش موجوده. هنقول السوليه غايب، عندنا النني وحمدي فتحي، وعندنا زيزو وامام عاشور وعبد الله السعيد ومهند لاشين، لكن خلينا نقول اللي هو الراجل اللي حاططهم او مركز معاهم حمدي فتحي والنني، وفي الثالث زي ما حسن قال ان ممكن يبقى عبد الله السعيد وممكن يبقى زيزو، بس نسي ممكن يبقى ما قالش امام عاشور، يعني امام عاشور بيلعبها في الزمالك هو اللي هيلعب تريزيجيه غالبا. وقال تريزيجيه انا مش مقتنع وهقول لك ليه خالص موضوع تريزيجيه، لكن خلينا نقول الثلاثه الانسب هو الراجل بيعتمد على المحترفين رقم واحد، فهنقول النني وهنقول حمدي فتحي ماشي بشكل كويس. الثالث ده اللي هو ناحيه الشمال اللي هو عبد الله السعيد لعبه قبل كده، وفي وفي زيزو، لكن انا شايف ان زيزو هو اللي يلعب في الحته دي او امام عاشور، لان انت بس امام عاشور بلا خبرات دوليه خالص تلعبه في مواجهه زي كده، مش تقليلا من امام عاشور، امكانيات كبيره. صحيح صحيح، بس خبرات دوليه مش موجوده. مش موضوع خبرات، لان انت لو بتتكلم كروش اولا امام مع نادي الزمالك وافريقيا وشغاله، الراجل بيشتغل بشكل اساسي من وقت ما فرجاني مشي، فالراجل عنده خبرات، لكن هو عنده طاقه وعنده باور، والبطوله دي عايزه جري، مع التكتيك بتاعها او الفنيات قليله شويه. صح. القوه والبدني اعلى. صح. فانت محتاج في نص الملعب عشان تخدم طريقتك دي ثلاثه نص ملعب بيجروا كتير وعندهم وصغيرين في السن وعندهم الباور اللي هم يقدوا يخدموا الطريقه في الدفاع والهجوم. فانا شايف ان زيزو وامام عاشور في الحته دي، زائد النني وحمدي فتحي، اعتقد ان الثلاثه يغطوا المساحه ويشتغلوا يخدموا طريقه كروش. طيب هتقول لي تريزيجيه، شايف ان تريزيجيه اولا هو عنده بيتميز زي محمد صلاح كده بالقوه الانفجاريه او القوه اللي هي السبرنت العالي، فانت عمرك ما تجيب محمد صلاح تلعبه في نص الملعب، ينفع؟ مش هينفع. ليه؟ لان هو الراجل بياخد السبرنت بتاعه وبيفنش عشان ما لعبهاش قبل كده كمان صلاح، وحتى ما هو ما ينفعش يلعبها لان هو انا بكلمك في يعني انت مثلا تريزيجيه ممكن تخليه زي عمرو السوليه في نص الملعب. نص الملعب لا طبعا، بس هو كان بادئ كده، لسه اقول لك كان بادئ مع الاهلي. انا قلت لك صلاح ما ينفعش عشان ما لعبهاش قبل كده، لكن تريزيجيه لعبها مع النادي. انت تعرف ان تريزيجيه ده اصلا مكانه الاصلي؟ ايوه ده مكانه الاصلي في النادي الاهلي. انا معاك، بس في النادي الاهلي انت بتتكلم في حاجه ان انت فرقه بتهاجم طول الوقت، الفرقه اللي قدامك خايفه. انا هو اتوظف كده في البدايه، لكن انا بكلمك بعد ما طلع واشتغل، هو بيشتغل كجناح دلوقتي. ايوه فهو بيعمل ايه؟ عنده سرعات وبيقطم ويلعب على الجول. ممكن اناقشك فنيا شويه وكابتن اينو كمان يخش معانا فيها، انه تفتكر مثلا هو عايز يعمل اجناب يعني في الثلاثه اللي في النص دول، عايز مثلا تريزيجيه يبقى قصاد فتوح يلعب بيه جنب شويه ويلعب ادوار دفاعيه تاني، عايز الناحيه الثانيه حمدي فتحي يامن مع اكرم توفيق الجبهه الشمال بتاعه النيجيريا دي عشان صلاح مش هيطلع يامن معاه، فمش ممكن ان ده يكون فكره انه يعمل جبهات بالاثنين اللي في النص دول اللي هم التمانيات خالص؟ ما بيفكرش كده. اي اثنين هيتحطوا تمانيات في نص الملعب لازم يعملوا اجنحه او جبهات مع الباكات الطرف بتاعتهم. في حته بقى ايه؟ ناحيه محمد صلاح مثلا ما بيدافعش كويس، اامن هنا، اخلي مثلا اكرم ما تطلعش، سيب حمدي مثلا او النني هو اللي يكمل مع محمد صلاح. الناحيه الثانيه تريزيجيه مش هيقدر يعمل
الحته الدفاعيه مع فتوح والحته الهجوميه مع عمر مرموش صعب، وان كان كمان ان تريزيجيه بقاله فتره ما بيلعبش عينه كان مصاب. فهي الفكره ان الراجل ما يشتغلش في نص الملعب 8 ولا عنده الباور ولا امكانياته من وجهه نظري، لان الراجل ده انا استغله في الحته الهجوميه او في التلت الهجومي، لكن حته اللي هو اشتغل مع فتوح ناحيه الشمال ودافع وهاجم بالقوه دي، دي مش بتاعت تريزيجيه، ده بتاعت واحد متربي في نص الملعب، واحد حافظ يعني ايه نص الملعب، زي حمدي فتحي، زي السوليه، زي النني، زي زيزو، عنده الباور اللي هو يشتغل في الحته دي ويروح ويجي. عبد الله السعيد تستغله لما انت عايز تمسك كوره تحطها تحت رجلك، لو هتبدا برقم 10 تشتغل رقم 10 4 2 3 1 حسب سر المباراه. لكن التوظيف الامثل من وجهه نظري في نص الملعب هيشتغل بالنني وحمدي فتحي، وانا من وجهه نظري يبقى زيزو موجود، لان ده هيمثل حته البدنيه في اللي انت تعرف تكمل وبتعرف تدافع. لكن اي حد تاني يتحط في حته في نص الملعب في الوقت ده ما اعتقدش اللي هو يقدر يستحمل المجهود البدني في الفتره دي. رايك يا كابتن؟ انا رايي يعني لو انا مسؤول او من وجهه نظري اللي انا العب حمدي فتحي والنني وقدامهم عبد الله السعيد، ما العبش بقى بثلاثه 4-3-1 الطريقه المعتاده بتاعتنا اللي احنا كلنا بنلعبها. انا لو لعبت ممكن بالطريقه دي ثلاثه في نص الملعب، في ناس كثيره ما بتعرفش تاديها بشكل كويس. ليه؟ الثلاثه دول بيلعبوا تحس ان هم هو واحد بس يعني فاهم، ادوارهم واحده. لكن انا مش عايز ادي ايحاء للمنتخب النيجيري يا كابتن وليد اللي انا نازل ادافع. طول عمرنا عارفين اللي اول ما بتلعب بثلاثه في نص الملعب دي انت الثلاثه خلاص بيبقى دورهم معروف في نص الملعب فاهم، حتى التحركات بتاعتهم. ليه يا كابتن معتز دايما 4-3-3 بنتعامل معاه ان هي طريقه دفاعيه؟ هي دايما احنا بص الفرقه الوحيده ريال مدريد من اقوى الفرق. ما انا كنت لسه هديك مثال في برشلونه وريال مدريد ما بيلعب 4 لما كان عندهم انيستا كله بيلعب 4 3 انيستا وشافي هم دول اللي كانوا دول اللي بيلعبوا والكره معايا انا عندهم حلول وبيطلعوا يهاجموا ورا يعني خط الهجوم. بس هو كان بيلعب 4-3-3 انا بتكلم بس دول الاثنين دول يا كابتن وليد كان دايما تلاقوا انت حد يقول اللي كان جافي ده بيلعب نص ملعب هو على السبوره بس، لكن انت دايما وانيستا طيب. دايما بتلاقيه عند ال 18. طب انت ليه عجب انت كده؟ انا من وجهه نظري انا لاعب عبد الله السعيد ليه يا كريم يعني الاثنين دول حافظين مكانهم كويس، النني وحمدي فتحي، وماشيين بشكل كويس. لكن عبد الله السعيد عنده من الخبرات الدوليه خبرات كبيره جدا ولعب في بطولات كتيره جدا، ويعرف زي ما الكابتن قايل بيقول يعرف يمسك كوره هيمسك لي كوره، وهيعرف يوزع لليمين لصلاح، وهيلعب لمرموش، يعني هيعمل لي حلقه وصل بين نص الملعب وبين الهجوم. لكن انا لو لعبت بثلاثه هيبقى تحس ان ادوارهم كلها واحده يا كابتن وليد فاهم. لكن انا بتكلم في ايه، العب انا اتنين عادي، اتنين ديفندرات الشكل العادي بتاعنا خالص، والعب عبد الله السعيد هو 10. عبد الله السعيد ده مكانه وهيعرف يوظف لي اللعيبه دي كلها ايه. لكن لو لعبت بثلاثه انا من وجهه نظري انا المتواضعه اللي احنا يعني انا بدي احقق كده المنتخب النيجيري اللي انا يعني انا نازل ادافع. تمام، انا عايز بس اقول حاجه، لو انا لعبت 4-2-3-1 يبقى كروش ملوش لازمه من وجهه نظري، وقلتها قبل كده، لان احنا متربيين على الطريقه ده اينو وحافظين الادوار الهجوميه والدفاعيه في 4-2-3-1. كروش في الطريقه دي يبقى هو جاي عشان يختار لعيب مثلا احنا مش واخدين بالنا منه زي ما طلع لعيبه صغيره. لكن انا من وجهه نظري اللي احنا بنخسر فلوس على الفاضي لو احنا لعبنا بنفس الطريقه، وان كان انا ممكن العب 4-2-3-1 في بعض اوقات المباراه حسب الفرق اللي قدامي. لكن خلينا نقول انه كروش اصلا ما بيحبش رقم 10، يعني ما بيحبش يلعب 4-3-3. انت شايف ان 4-3-3 دي طريقه دفاعيه؟ دي مش دفاعيه، هي تامينيه هجوميه. يعني هي في المقام الاول ان انا بامن كويس وبعدين اهاجم. لكن 4-2-3-1 دي اصلا معموله عشان الكونتر اتاك، يعني هي معموله عشان الثلاثه اللي قدام اللي هو الرقم 10 صانع الالعاب يبقى يروح للجون على طول. لكن طب انت لما تيجي تلعب فرقه جامده مثلا هتعمل ايه في الحاله الدفاعيه؟ يعني انت لو اشتغلت بكره 4-2-3-1 انا من وجهه نظري هنتبهدل. هنتبهدل ليه؟ احنا ما عندناش حد يا كابتن وليد بيمسك كوره. لا يعني لا عندنا الثلاثه في نص الملعب مين هيمسك كوره؟ انا بتكلم في عبد الله. ليه؟ عبد الله تقيل في الحته دي. طيب فهو اللي الوحيد اللي هيقدر يعلي لك الريتم ويهدي الريتم والكوره معانا، فاهم انا اقصد ايه؟ خلصت بس اينو. لا بص اينو، خلصت الكوره دي، خلصت ان واحد هو اللي يتحكم في فرقه
واحد هو اللي يبص الكره للجون، واحد هو اللي يتحكم في اداء كابتن يونو. يعني انا برضو ميال شويه لكلام الكابتن وليد، ليه؟ انه حتى انت لو بصيت في العالم كله دلوقتي رقم 10 ده بيختفي، يعني رقم 10 بالشكل التقليدي ده اللي هو يقف على الكوره وصانع العاب ويبص الكوره سرو حلو وبتاع، ده تقريبا بيختفي. يعني دلوقتي مفيش زيدان، مفيش ديلبيرو، مفيش كل بقى 10 اللي انت عدوا توتي، مش هتلاقي ال10 دول خلاص ما بقوش موجودين دلوقتي في كل الفرق بالمناسبه. يعني هي تامينيا في المقام الاول بالظبط، عشان كل فرقه بتعتمد كمان بدنيا اكتر دلوقتي بدنيا وقوه. يعني في نص الملعب لو لو ما كسبتش ما خسرش، عارف انت يعني ماشيين لو ما كسبتش او ما خسرتش ما خسرش. لا وهديك الدليل، كل المنتخبات والفرق اللي في العالم اللي بتدافع كويس اللي كسبت البطولات السنين اللي فاتت، تشيلسي بقى على فرنسا على ايطاليا على البرتغال 2006، كل المنتخبات اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. ايوه صح. وبعدين الراجل هو صح 4-3-3 هو بيشتغل كده، وبعض الاوقات في كاس العرب اشتغل 4-4-2 ورجع تاني 4-2-3-1. الراجل انا شايفه مقنع جدا، انا شايفه هو دماغه كويسه. لكن حته التنفيذ، اليه التنفيذ عندنا في مصر عشان احنا تربينا على لازم 2 ديفندر، فاحنا مشكله عندنا في الثلاثه في نص الملعب في الاداء الهجومي والدفاعي او الاداء اللي يخدم 4-3-3 عشان ما تربيناش عليها. لكن انت لو حفظت او حفظك الراجل ده الثلاثه في نص الملعب الاداء الهجومي والدفاعي هتعملها بشكل كويس جدا. عايز ارجع لإينو، ان انت لو لعبت اتنين في نص الملعب وعبد الله السعيد، دي اوقات اثناء البطوله او اثناء الجيم بتغير، لكن انت لو اشتغلت كده من الاساس عبد الله السعيد مش هيقدر يجي يدافع ويهاجم. الاتنين في نص الملعب مش هيقدروا يغطوا المساحات مع القوه البدنيه اللي احنا شايفينها. خلي بالك احنا مش عايزين فنيات دلوقتي، انت في بدايه الجيم او بدايه البطوله انت عايز تكسب، عشان انت عينك دلوقتي ان انت ما تقابلش الجزائر، ما تطلعش احسن توالت مثلا وتقابل الكاميرون ولا تقابل السنغال. انت برضو دماغك في حته تانية، انت لازم تطلع اول عشان تبعد عن سيفه الجزائر، فدي برضو حاجه مهمه، واللاعب اللي تبقى لازم عارفه الكلام ده. فانا رقم واحد ان انا بامن ثلاثه في نص الملعب، واشتغل على الثلاثه اللي قدام اللي عندهم محمد صلاح السرعات، عندك عمر مرموش سريع وعنده مهاره، مصطفى محمد يعرف يهدف، زائد ان في واحد يزيد من نص الملعب معاهم، كده كفايه قوي. كده كفايه في اول مباراه ليا في البطوله ولسه مش عارف الفريق اللي قدامه. طيب سؤالي كابتن يونو، السوليه هيرجع بعد ماتش نيجيريا، يعني بعد ما نيجيريا السوليه هيرجع، السوليه بقى هياخد مكان مين؟ هيبقى حمدي والنني والسوليه كده بقى الدفاعيه. طب ما احنا ما هو ده اللي احنا بنتكلم، بس السوليه زي ما احنا بنشوف في الاهلي. ما انا كنت لسه هتكلم زي ما كابتن وليد بيقول، السوليه عنده الحته دي كويس، يعني حمدي فتحي لا ما بيزيدش كتير الا في الكور الثابته. لسه اقول لك، بس حمدي كمان عنده ميزه في رايي وصحح لي انت هتبقى ادرى مني، انه هجوميا بيعرف يشوط كويس، بيعرف يخش يلعب براسه كويس في الكور الثابته كمان، وحتى في الثابته او غير الثابته، يعني حتى بيعرف لو دخل الصندوق في اي زيادات عاديه بيعرف يتعامل كويس. فانا بحس ان حمدي فتحي قدراته الهجوميه المفروض اكبر كتير كمان من قدرات بس احنا الأهلي. بس احنا بنشوف في الاهلي ايه، دايما حمدي هو اللي بيبقى ساقط ورا، ودايما السوليه هو اللي بيزيد. عندك حق، انا بكلمك على القدرات الفرديه بس. انت بس احنا لو لما السوليه يرجع زي ما بقول لك، اعتقد ان السوليه لما يلعب هيبقى مطالب منه اللي هو الوحيد اللي يعني هامن بالنني وبحمدي فتحي في نص الملعب، وهيبقى السوليه هو اللي عنده من التعليمات من الراجل اللي انت عندك يعني براح شويه في انك تتعامل مع الكور الثانيه، وانت عارف الكره الثانيه دي دايما بتبقى مهمه. فاعتقد ان السوليه هيبقى اقرب واحد اللي هو اللي بيكمل ورا الناس دي كلها. طيب حسن مهم كان بيتكلم دلوقتي على تالق محمد شريف في التدريبات، والمعلومات اللي جايه لنا ان كيروش حتى هذه اللحظه مقتنع ان محمد شريف جناح، مش برضه ثاني حتى هذه اللحظه بالمناسبه، يعني كل هو كده بيقضي عليه، هو مقتنع كجناح. طبعا لو مصطفى محمد في اي مباراه ما كانش موفق، مش هنقول لا قدر الله اصابه ولا حاجه، بس مش موفق وحب يخرج، المعلومه الثانيه انه الراجل المهاجم الثاني بالنسبه له بعد مصطفى محمد هو محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح مش جناح، رايك ايه؟ مش وحش على فكره، يعني ده مش حفظ، اللي هو الراجل بيفكر ان ممكن محمد صلاح، يعني حته اللي هو مش مقتنع بمحمد شريف دي برضو دي بعيده شويه، لان محمد شريف احنا مش شايفينه مهاجم وبيهدف وراجل هداف الدوري وماشي بشكل كويس والكلام ده كله. وان كان برضو في نقطه ان موسيماني في اخر مباراه ما لعبوش، او في السوبر تقريبا ما لعبوش، ومحدش انتقد موسيماني، ف
في الوقت ان كروش لو ما خدوش او ما لعبوش الناس بتنتقد كروش. لكن محمد شريف لعب كويس وعنده مميزات وراجل راس حربه، وانا بحييه على حاجه خلي بالك كريم، اللي هو الراجل لعب او ما لعبش ما بيعملش مشاكل، بينزل يؤدي اللي مطلوب منه. لكن هو الراجل مقتنع بمصطفى محمد رقم 9، هو بيحب رقم 9 كويس، وكان بيحب الراجل مروان حمدي برضو، هي المواصفات دي هو بيحبها. في حاله ان حصل بيدخل محمد صلاح راس حربه، ده وارد، وينزل مثلا زيزو ولا ينزل امام عاشور، ينزل اي جناح ناحيه اليمين، فالامور تمشي كويس. ده مش بعيد وممكن يحصل. تاني حاجه عايز اقول ان حته السلاله لما يرجع، ان في 4 3 3 بنلاقي الزيادات طبيعي جدا، السلاله بيزيد، لكن لو الكره الناحيه الثانيه يبقى هو الهاف الناحيه هو الثاني اللي بيزيد. يعني هو مش حفظ او قانون ان السلاله هو بس اللي يزيد في الهجمه. صحيح، فاهمني ازاي؟ لا، هي هو اللعيب نص الملعب اللي ناحيه الكوره، ناحيه الكوره هو اللي بيزيد. مظبوط، فمش شرط يبقى السلاله هو اللي بيزيد يعني. صحيح. حمدي فتحي دوره مهم للتغطيه على محمد صلاح في الناحيه الدفاعيه مع اكرم توفيق. خد بالك انه المركز او الناحيه الشمال من نيجيريا هي اقوى جزء عنده، فحمدي فتحي هيلعب دور مهم جدا في مباراه اليوم. طبعا طبعا. حمدي فتحي يعني بيبذل مجهود رائع وبتلاقيه في كل حته في الملعب، وبيعمل انا بيعجبني فيه اللي هو يعني بيلتزم بكل كلمه بتتقال له. عارف اللعيبه اللي هي ايه، انزل ما بيحبش حتى هو يزود من عنده حاجه، ما بيجودش ما بيبتكرش. صح، فهو من اللعيبه اللي مطيعه جدا للمدير الفني، وده على فكره يريح اي مدير فني. اللي انت لما يبقى عندك لعيب اللي بتقول له عليه بتنفذه، وخصوصا الاجانب طبعا. يعني كابتن وليد احنا اتمرنا تحت كل بعض، يعني اقول لك ايه، كل المدربين اللي الواحد لعب تحت ايديهم اجانب، هم عندهم الحته دي كويسه قوي. الاجنبي اللي انت الملتزم بالنسبه لي او اللي بيسمع الكلام ده، انا ما بشيلوش من الملعب. صح، فاهم؟ لكن انت لو حبيت زي ما انت بتقول يا كريم تجود مع المدير الفني الاجنبي. أيوة، مش المصري، الاجنبي، تحس ان انت لا انت كده بتعمل اللي في دماغك، انت بتعاندني. حتى لو التجويده حلوه، حتى لو لا، هم عنده كده. يعني هو يمين شمال انت كده. صح، فلا حمدي فتحي انا شايف اللي هو بيأدي الدور ده بشكل كويس جدا. بيسمع كلام المدير الفني كويس جدا، وبيعجبني فيه كمان اللي الكوره بتطلع من رجله. صح، ايوه، يعني ما عندوش حتى، قليل قوي لما تلاقي حمدي فتحي بيعمل ميس باص، قليل قوي في الماتش. اي مباراه حتى ركز كده دايما، حتى بيقطع، عارف، بيلعب السهل الممتنع. مظبوط، اللي هو بيقطع، انا عارف قدراتي ايه وعارف امكانياتي ايه. بس انا بقطع واسلم، اقطع، هو ده الهاف ديفندر. صح، فاهم؟ فانا شايف حمدي فتحي بيعملها بشكل كويس. اتمنى بكره اللي ربنا يكون موفقه ان شاء الله، ونعمل مباراه كبيره باذن الله. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن وليد صلاح، عبد اللطيف، وايضا الكابتن الكبير كابتن معتز زين. وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. تعرف حضراتكم مره اخرى. طب كابتن وليد، ده التشكيل اللي يبدو مثالي، هل انت كنت شايف ان في اي لاعب من التشكيل اللي هو متوقع يتعمل ده كنت محتاج تشوفه مفاجاه غير امام عاشور؟ انت كنت شايف ان امام عاشور يبقى يبدأ صح؟ زيزو الاول رقم واحد، زيزو او امام عاشور، او امام عاشور في الحته دي يعني. طيب خط الدفاع في مشاكل؟ لا، حسن ماما طبعا مفيش. وخط الهجوم مفيش خلاف، الهجوم مفيش. هي المشكله بس في نص الملعب. اذا كان زيزو بقى ولا عبد الله السعيد ولا امام عاشور ولا تريزيجيه، لكن انا ارشح يعني زيزو في بدايه اللقاء، لان انت عايز العنصر البدني. بعد كده لما اقرا الجيم بقى الشوط الثاني واشوف الفرقه اللي قدامي بتشتغل ازاي. ما هو ده السؤال اللي انا كنت هخش معاك فيه بعدها على طول، بعد السؤال ده، انه الشكل نبدا بيه ازاي فنيا، نبدا المباراه ازاي؟ حريص، بتهاجم، تقف في تلت ملعبك الاول؟ لا، هو طبيعي بالظبط. انا فاهم يعني انت طبيعي مش هتعمل ضغط عالي من فوق، مستحيل. في بدايه اللقاء لحد ما تشوف الامور، يعني اول 10 دقائق او زي ما اينو قال او ربع ساعه، اشوف الفرقه اللي قدامي هتشتغل ازاي. وطبيعي جدا الفرقه اللي قدامك او منتخب نيجيريا هيبقى عامل حساب كبير جدا لرقم واحد طبعا صلاح، والسرعات وفرق الخبرات طبعا وكل حاجه يعني. فبالتالي المنتخب نيجيريا مش هيضغطك او مش هيضغط عليك من فوق من وجهه نظري،
وانت نفس الكلام، لان اول ربع ساعه تلت ساعه هتشوف الامور ماشيه ازاي او الجيم ماشي ازاي. المباراه رقم واحد لازم نفهم ان هي مش هتشتغل على التكتيك العالي او الفنيات العاليه. انت بتشتغل لحد دلوقتي احنا شايفين البطوله كلها مفيش جمل، مفيش اداء، اللي هو انت قاعد بتتفرج على كل فرقه بتحلل طريقه ادائها وبتشتغل ازاي، كله بيشتغل على السرعه وعلى القوه والبدني العالي، الجري كتير. فهي ده اللي هيفرقك على الفرقه اللي قدامك او المنتخب اللي قدامك، ان انت تبقى واقف على رجلك كويس وبتعرف تأدي الامور الهجوميه والدفاعيه حتى لو ما جبتش اهداف ما تخسرش. دي نقطه مهمه جدا. لكن الفنيات انا شايفها لحد دلوقتي في البطوله قليله، قليل المستوى، قليل. صحيح، انت اعلى من الكلام ده كله. صحيح، فلازم تركز الاول، ولازم يبقى عندك رقم واحد ان انا كلاعب مصري او منتخب مصر ما اخافش وانا بستلم الكوره، ما اخافش وانا اهرب من الكوره، يعني ما اهربش من الكوره، اللي انا ادور على الكوره دايما واروح استلم، وابقى عندي الجراه وعندي الشجاعه لمنتخب مصر ان انا استلم واسلم كويس. ده رقم واحد اللي هيديك الثقه ان انت بعد كده تشتغل. صحيح، لكن ان انت تبقى خايف تستلم، تشتغل باللمسه ولعبه بالعافيه، الامور اللي احنا عارفينها وانه عارف طبعا الكلام ده، ان يبقى عندك خوف ان انت تستلم الكوره. صحيح، ودي امور مش مطلوبه خالص. مظبوط. فاتمنى طبعا التوفيق للمنتخب، لكن اهم حاجه ان انت تشتغل صح. صحيح، وتطبق الطريقه صح. صح. محمد صلاح، عشنا سنوات طويله نقول منتخب محمد صلاح، ارفع الكره لصلاح، نلعب لمحمد صلاح. الوضع ده اتغير مع كروش، ولا انت شايف انه لا احنا هنفضل طول الوقت بما ان محمد صلاح بهذه القيمه الكبيره العالميه افضل لاعب في العالم فطبيعي نبقى منتخب محمد صلاح؟ بص يا كريم، طبيعي طبعا اللي انت وجود صلاح معانا في منتخب مصر هو اللي عامل الضجه الكبيره دي، وده حقه. لكن زي ما انت بتقول مش هنفضل طول عمرنا نقول كده، لكن صلاح طبعا وجوده مهم كبير بالنسبه لنا احنا. ممكن يعني ممكن كروش ده لو ذكي شويه كابتن وليد، انت ممكن يعني ايه لو ذكي شويه؟ يعني انت لو سنه ذكاء شويه كمان. لا ما راجل ذكي وزي الفل ده، يعني سنه ذكاء بقى زياده. انت بتقطع فيه اللي انت بتقطع في الراجل ده اللي انت ممكن من خلال وجود صلاح معاك انت تستغل اللي الناس كلها بتركز دايما مع صلاح، بتعمل رقابه عليه كبيره جدا، انت ممكن تعمل اي تركايه اي حاجه من يعني انت فاهم قصدي، الناس كلها مركزه هنا، طب ما انا اعمل مثلا جمله هنا، ممكن اعمل حاجه تانية عن طريق حد تاني، عمر مرموش ناحيه تانية، هتلاقي اكتريه خط الدفاع. ايه انت كنت عايز هفاجئك؟ هتفاجئني ايه؟ مش هيلعب مرموش ولا ايه؟ لا ده انا هفاجئه جدا. ان الحته اللي انت بتقولها دي بقى اللي هو انت قلت لو يعني عنده شويه ذكاء زياده، يعني ده عملها كروش اكتر من مباراه مع محمد صلاح. هتلاقي مباريات كثيره كان بيخرج محمد صلاح يتهاجم من الجماهير المصريه وينتقد من الجماهير المصريه، انت ليه ما بتسجلش، انت ليه ما بتصنعش، اشمعنى مع ليفربول؟ هو في الحقيقه الامر كان بيعمل انت قلت بالظبط، وفي مباريات كثيره مع كروش اللي كان بيتالق عمر مرموش في مباريات كان فيها محمد صلاح. وهو اكيد انا بس بثبت لك انه راجل عمل كده فعلا. هو اكيد الراجل عارف، واي مدير فني عارف اللي طالما صلاح معايا او بيلعب معايا اكيد الناس كلها الرقابه بتبقى عليه. برافو عليك. واللعيبه والناس كلها هتروح له، والمدير الفني في المحاضره اكيد بيبقى عامل حساب صلاح كويس قوي، موقف له واحد واثنين كمان، فبالتالي ممكن اعمل اي حاجه اللي مثلا صلاح معاك كوره هنا ممكن انا واحد تاني فاهم قصدي. افكرك بحاجه طريفه جدا، لما كنا بنيجي نلعب مثلا مع السنغال مع الحاج ديوف تلاقي منتخب مصر كله بالكامل بيجري ورا الحاج ديوف، هو كده نلعب كوت ديفوار نجري كلنا ورا دي دروب. بقى عندنا لعيب حد بيجري وراه يعني بقت الفرقه طبعا. وصلاح خلي بالك عامل لهم قلق. وصلاح لو جات له كوره اكيد ما مش هيأثر ولا هيتاخر عليه طبعا. اكيد لو جات له كوره او فرصه اللي هو يعمل اي حاجه زي ما بيعمل مع ليفربول ما هيعمل، بس اكيد انا واثق مليون في الميه اللي هم بكره هيبقى في رقابه لصيقه عليه. يعني هتلاقي واحد مثلا، وعارفين طبعا اللي صلاح ما شاء الله سريع، فاكيد هيبقى واحد مثلا ماسك صلاح وهتلاقي واحد تاني بيغطي الراجل التاني. عشان هم عارفين فرق السرعات، ممكن صلاح لو زق فاكيد واحد تاني هتلاقيه بيغطي ورا زميله، فاهم اقصد ايه؟ فهتلاقي بكره حاجات كتيره قوي. بس زي ما الكابتن وليد بيقول قال نقطه مهمه، اللي انت بكره اول ربع ساعه دي جص نبض. ما اعتقدش اللي انت من اول دقيقه هتلاقي كروش بيقول لك اطلع من فوق او قابل من فوق، لا كلمة. اكيد هيبقى في سن التحفظ شويه كريم، اول نص اول ربع ساعه اول 10 دقائق دي بيبقى فيها ايه؟ عارف انت لسه بتشوف اللي قدامك ده ايه؟ هخش له منين؟ ده بيلعبوا الطريقه ازاي؟ ممكن بعد اول ربع ساعه تلاقي مثلا ايه شاف نقطه معينه او ضعف مثلا او خلل في حته معينه، ممكن يبدا يقول بقى
يغير الدنيا شويه، فاهم يا كريم؟ صح. لكن اول ربع ساعه دي ما اعتقدش اللي هي هتبقى فيها مجازفه خالص، دي مش هيبقى فيها ولا من عندنا خلي بالك ولا من عند نيجيريا. لكن ممكن يبقى في تغيير بعد اول ربع ساعه او تلت ساعه لما الامور توضح. لكن اعتقد اللي هي مش هتبقى مباراه مقفوله، صح. يعني هيبقى فيها كوره، هيبقى جيم مفتوح. فزي ما بقول لك كده، وان شاء الله اتمنى ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب ان شاء الله. عايز اقول لك على حاجه اعلام منها كابتن وليد فنيا في الملعب، وهي دائما يعني ببقى اعلام منها، الكرات الثابته والكرات العرضيه علينا دائما بتخوفني على منتخب مصر وعلى كل الانديه اللي في مصر تقريبا، يعني عندنا نفس المشكله. ازاي نتلافى هذه المشكله بكره ان شاء الله؟ اللي انا ما اعملش ضربات ثابته اصلا، ده الحل الوحيد. ما هو صدقني ابعد عن الشر وبعدين ما تعملش فاول اصلا على حدود ال 18، ما اعملش، ما احاولش اعمل، ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا اكيد بتمرن على الكرات الثابته والكرات العرضيه والكلام ده كله، لكن هي بترجع للتمركز، ده رقم واحد. زائد المهاره نفسك انت كلاعب عندك مهاره ان انت تلعب بدماغك ولا لا. عندنا حجازي والونش ما شاء الله عليهم الاثنين كويسين جدا، اكرم توفيق ما عندوش وفتوح ما عندوش، بس حتى حجازي والونش، انا طبعا حجازي والونش ده احسن اثنين مدافعين في مصر، مفيش خلاف على ده، بس في وجود حجازي والونش احنا عندنا برضو مشكله في الكرات العرضيه. يعني هي الموضوع مش كل الكرات العرضيه، يعني انت الكرات العرضيه المباشره بياخدوها المواجهه، المواجهه بناخدها، لكن اللي هي من على الجناب بتبقى صعبه جدا. هي دي اللي اقصدها. ما هي ليه بقى؟ عشان الوقفه، انت بتقف، انا الونش بقف مع الراجل بتاعه الفيرود، وحجازي نفس الكلام، اللي بيجي من تحت ده المفروض بيجي معاه من نص الملعب بتاعنا يمسك. فانت عندك مبدئيا الكره لو من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، انت عندك الطرفين بتوعنا ما بعرفش العب دماغهم، اكرم توفيق وفتوح. فانت بالتالي خلاص الاربعه انت شلت منهم اثنين، بقى عندك اثنين اللي هو الونش وحجازي، زائد النني بيرجع، زائد حمدي فتحي، ادي ثلاثه، ولو السلايه موجود. دول بس اللي بيعرفوا يلعبوا دماغهم، اللي هي الحاجات كمان المواجهه. لكن لو الفاول من على الكورنر هنا او من الكورنر هنا تبقى مشكله علينا جدا جدا طبعا. ما انا بقول لك، لان احنا ما عندناش غصب عننا خلاص، خصوصا يا كابتن لو في اطوال، يعني اكيد هبقى الافارقه عندهم اطوال. ما انا بقول لك لو فرقه انت بتكمان يا كابتن وليد بتلعب فرقه عندهم اطوال، دي بتسبب لك مشاكل كتيره جدا. واحنا بقى مشكلتنا ان احنا ما عندناش اطوال، ما عندناش اطوال. انت الوحيد حجازي والسلايه يا كابتن، حجازي والسلايه والونش، والونش بيلعب بدماغه كويس، لكن ما عندكش اطوال تانيه، دول ثلاثه بس، شيل السلايه يبقى عندك اثنين. فانت غصب عنك، عشان كده انا اول حاجه جاوبت قلت ايه، ما تعملش كرات ثابته اصلا. لان لو عملت خلاص انت بقيت مشكله، في مشكله عندك. التمركز، لو الكره جت عند حجازي هيطلعها انا واثق، عند الونش في مكانه هيطلعها، لكن لو هي عدت الاثنين او هي في وسط الاثنين بين الاثنين هتبقى مشكله. هنعتمد بقى ساعتها على الشناوي بقى، هو الشناوي يطلع يريحنا بقى صدقني. لان بيبقى في عندك الطرفين مع اكرم وفتوح ما بيعرفوش بدماغهم، زائد انت نص الملعب برضو ما عندكش حد بيلعب بدماغه. صحيح، دي النقطه السلبيه الدفاعيه موجوده بصراحه، موجوده وان شاء الله يحلها. في نقطه ثانيه سلبيه هجوميه تخصك او تخص جزء من مهاراتك، الشوت هقوله لك ونتكلم فيه، بس نروح لفاصل مع الكباتن الكبار، خليكم معانا لسه. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب سالت الكابتن اينو، رميت له الحته كده انه عندنا نقطه سلبيه في النواحي الهجوميه تخص الكره المصريه بشكل عام، برضو مش منتخب مصر بس، كل الانديه. فين الشويطه؟ فين المدفعجيه في الكره المصريه؟ راحوا فين؟ ما فيش خلاص. والواحد بيبقى زعلان والله كريم وهو بيتفرج. يعني يمكن انا قبل كده يعني قلت، كنا لسه بنتكلم في الفاصل، بعد حسني عبد رب واينو ما فيش حد بيشوط، وانا ببقى زعلان. يعني اوقات زي ما كنا بنتكلم بتلاقي كره جايه لك على 18 وانت بتتفرج في اي مباراه، انا بتكلم مش على المنتخب عامه، يعني بتلاقي الكره على 18 ومتهيئه لك ومتقشره والجون مفتوح قدامك، وتلاقي اللعيب يروح مباصي، عايز تنط انت في التلفزيون على شوط هنا. ده الواحد يعني كان بيشوط من مسافات بعيده، دي بتبقى عارف انت على ال 18 وجايه تمام ومتقشره و100 100، وتلاقي اللعيب يروح مباصي. طب بتباصي ليه؟ خلي بالك في ماتشات كتيره قوي، يعني الشوط ده حاجه مهمه جدا طبعا. يعني الشوط ده وحصلت معايا كتير،
يعني اكتريه اجواني دي كانت بثلاثة بونت يعني انت بتحل في ماتشات بتبقى مقفله بقى بتبقى مقفله خلاص والفرقه اللي قدامك بتلعب زون وفي تكتل اقعد ابني هجمات زي من هنا من الصبح وهم مثلا بيمتازوا بالكره العرضيه بيطلع بدماغه بتاع فانت الشوط ده اوقات وبتحصل كتير جدا وحصلت معايا كتير جدا اللي انت بتفك التكتل ده كله وبتجيب ثلاثة بونت فانت ليه ما بتشوتش حتى اللعيب حتى يا عم شوت وطلع بره بس شوت يعني خد الجراءه اتجرأ صيط نفسك فحتى لو طلعت بره يقول لك اهو شاط لكن ده في اوقات بتتفرج على 90 دقيقه كابتن وليد ما بتلاقيش حد صحيح. من الفرقتين بيشوط شوطه صحيح ما عادش دلوقتي حد بيشوط فاتمنى اللي احنا نشوف شويطه واتمنى وخلي بالك الناس لو اتجرأت وشاطت هيجي اهداف ممكن يعني اللي نسينا نقول اللي بيشوطوا برضو امام عاشور على فكره امام برضو جه فتره يعني احرز اهداف كتير من الناس اللي هي بتشوط كويس وبيحط وش رجلها كويس عندك حق بس هي بترجع برضو بتبقى بس موهبه كريم خلي مش بس موهبه امام اللي خلينا نسائي بقاله كتير ما اداش وقعد كده فتره ورا بعض كده جونين ثلاثه كده وبعد كده هادي بس هي رجليه قويه ومظبوطه لا هو رجليه قويه طبعا طبعا. بس اتمنى ان احنا نرجع بقى الشوط بتاع زمان وحاجه كويسه حتى للمشاهد المشاهد وهو بيتفرج بتلاقي الماتش ايه روتيني كله اوفرات وباص وبتاع الا بقى لو واحده بقى عارف زي ما كانوا بيقولوا ايه تصحصح الجمهور فاهم انت اللي انت لما في العارضه وتطلع فوق المقص الحاجات اللي هي بتصيط حتى اللعيب فاتمنى ان احنا نشوف عارف النهارده كنت قاعد بفتكر مع زمايلي كابتن وليد سمير كمونه بقى ومحمود ابو الدهب ومحمد صبري كابتن حمزه الجمل كابتن حمزه الجمل طبعا كان سامعين امبارح ناس كانت الكره تيجي على رجلهم انت بتبقى عارف انها رايحه جول انا بكلمك كمان من قبل جيلك انت وكابتن بشير طبعا فانت عارف حتى المدرب يعني المنافس او المدير الفني للفرقه اللي بتلعبها حتى في المحاضره انت بتبقى نازل عامل حساب خلي بالك من فلان مثلا اللي الكره لو جت في رجله ده بيبقى رقم واحد عنده الشوط فلازم نعمل بلوك عليه او لازم نضغط عليه ما تدلوش مساحه عشان يشوط عارف انت دلوقتي خلاص ما حدش حد بيذكر حد بيشوط في المحاضره حتى وانت نازل فحتى لقب المدفعجي اللي انت بتتكلم عليه كريم تحس اللي هو خلاص ابتدى ايه يتسرسب كده ما عادش فيه دلوقتي فاتمنى اللعيب لازم يتجرأ اللعيب لازم يشوط اللعيب احنا دلوقتي ما نشوطش الا كوره ثابته فاهم فاول على 18 فتلاقي واحد يخش يعملها لان دي من اساسيات الكوره كمان يا كريم يعني انت تتكلم في الشوتينج والباص والسروهات والكلام ده كله دي من اساسيات الكوره هي حته الشوط فعلا غايبه بقالها فتره مش موجوده قليله جدا وممكن تبقى في عند بعض الانديه او بعض اللعيبه في انديه لكن برضو ما بناخدش بالنا منهم لان بيبقى كل تركيزنا برضو على اللعيبه اللي بنسمعها او اللعيبه اللي هي بتجيب اجوان اصلا كانت بتجيب بالشوط صح لكن حد مميز زي مثلا اينو زي حسن عبد الرب وزي محمود ابو الدهب وكمونه وبشير التابع والحاجات والناس دي مفيش قليل الموضوع ده قل وممكن يكون قل من طبيعه التكتيك اللي بنشتغل بيه او طبيعه ان حته التكتل الدفاعي في الثلث الاخراني ده برضو ممكن يكون عامل مهم من حته اللي هو مفيش زاويه رؤيه عشان اعمل التصويب او الشوتينج فيقول بدل ما اضيع اضمن الكوره فدي حاجات برضو امور لازم المدير الفني او المدرب يشجع اللعيبه على الحته دي اول ما تشوف ال 18 زي اي نوع زي اول ما تشوف خط 18 او دايره اللي هي على 18 تعمل التصويب يعني لو في زاويه رؤيه لو ما فيش زاويه رؤيه طبيعي جدا مش هعمل التصويب يعني صحيح. لكن من برضو افضل الناس من نسوش عبد الله السعيد طبعا ومحمد مجدي قفشه يعني في لعيبه في لعيبه كتير بتشوط هي الفكره الاستمراريه يعني في واحده تيجي كل فتره بس انك تبقى نازل كده الملعب وعارف ان اللعيب ده هيشوط 3 4 كورات منهم انت عارف كريم انا عايز اقول لك حاجه ويمكن الكابتن وليد يتفق معايا الشوط وهي كره متحركه اصعب من الكره الثابته 100% يعني فاهم يعني الناس انت الكره ثابته فاول مثلا على 18 الناس كلها العالم كله اللي بيتفرج عارف اللي هي كده كده ما هتشوط واحده لكن الصعوبه في ايه اللي وانت بتلعب وكرة متحركة انت بتعدل انت اللي بقى بتخلق لنفسك وبتقدر. زاوية وبتحاول تقدر انت بقى اللي وانت بتجري صح. هي دي بقى بتبقى مهارة صح. موهبة صح. ولازم اللعيبة تتمرن عليها يعني انا فاكر مثلا واحنا في طبيعة الملعب برضو طبعا وانت في النادي يعني واحنا في النادي الاهلي كان دايما مانويل جوزيه ياخدنا بعد التمرين
انا وعبد الله السعيد مثلا واحمد فتحي نشوط كتير اكيد. حسني كان في الاسماعيلي. طب انت ما قلتش ليه وانت في الزمالك؟ وفي الزمالك كنا أيوة مثلا الكابتن بشير التابع بيشوط. تقول في الزمالك الاول وبعد كده الاهلي. يا كابتن وليد مصر هتلعب بعد شويه. لا فاهم انا اقصد ايه بس. ايوه يقول الزمالك الاول ما هو كان في الزمالك. لا والله انا بتكلم بشكل عام والله. فدايما الكوره انت اللي بتخلق لنفسك مساحه، انت اللي بتخلق لنفسك زاويه رؤيه اللي انت تشوط انت. لكن الكوره الثابته من الناس كلها عارفه اللي هي كوره ثابته. النتيجه كام بكره؟ توقع ولا تمني؟ توقع عشان في جايزه في اخر ال توقع في اخر الشهر الكريم. بص راح بص لي عايز الجايزه. طب ما تخليها تمني. ما تخليها تمني. يتمني طبعا كمواطن مصري مش اينو اتمنى طبعا الفوز مصر. مصر تكسب توقع. لكن توقع دي بتبقى صعبه شويه. لكن انت كده قلقتني. خلينا نقول 1-0 مش هنطمع. 1-0 لمصر ان شاء الله. مين يجيب الجون؟ مين يجيب الجون؟ الجايزه بتكبر بتكبر بس اوعدني على الهوا اللي انت هتديني الجايزه. وعد وعد. عمر مرموش كابتن وليد. هنكسب ان شاء الله. مصطفى محمد هدف برضو 1-0. يعني 1-0 كويس مصطفى معقول يعني. مصطفى محمد جدا. مصطفى محمد عمر مرموش. طيب مش عارف انا كنت عايز كبدايه بس يا كريم يعني مش عايزين نقول 2 انا ممكن اقول لك 4. لا خلينا واقعيين. خلينا واقعيين منطقيين والكلام ده كله. لا بالعكس دي نتائج حلوه. انا بس متضايق ان انتوا قلتوا نفس النتيجه مش عارف ادي الجايزه. لا ما شوف بقى مين اللي جاب الجون. شوف بقى مين اللي ساعتها جاب الجون. وبعد كده لو ما فيش الاكبر سنا اللي هو خلاص اللي هو أنا مبروك. لا هو لو ما فيش خد اليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. كابتن معتز زينو شرفتني ونورتني حبيبي كريم. وببقى سعيد ان انا موجود معاك وانت عارف انت اخويا. وببقى مبسوط ان انا لما بشوفك وسعيد ان انا شفت اخويا وحبيبي الكابتن وليد. كابتننا الكبير كابتن وليد صاحب لطيف. انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا حبيبي ان شاء الله. طيب دي نهايه حلقتنا النهارده باذن الله. باذن الله بعد مواجهه منتخبنا الوطني والمنتخب النيجيري نفرح بمنتخبنا بفوز بثلاث نقاط في مستهل مشواره في كاس الامم الافريقيه ونحتفل في نفس الميعاد عند منتصف الليل عند الثانيه 10 ان شاء الله بفوز منتخبنا الاول في كاس الامم الافريقيه بالكاميرون. اشوفكم يا رب على الفوز.